السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية إخوتي الأفاضل، أريد أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا إلى صيامه وقيامه، وأن يكتبنا وإياكم جميعا من العتقاء من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، هذه رسالة مختصرة إلى نفسي أولا وإلى إخواني وأخواتي ثانيا، ألخصها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يجب أن نعلم جميعا أن هذا هو أول شهر رمضان سنصومه، ربما في التاريخ سنصومه بعيدين عن بعضنا، فلن تجمعنا بكم المساجد، ولن تجمعنا مع أحبابنا وأرحامنا وأقاربنا أرحام ولا موائد، ولكن لو التزمنا بهذا الحجر الصحي في بيوتنا لاجتمعنا في الأخير بالفوائد. من أول هذه الفوائد التي يجب أن نعلمها من الآن، هو أن الله تعالى أراد لهذه الأمة أن تتفرغ لعبادة هذا الشهر بقضائه وقدره، فلقد شاء الله عز وجل أن يتفرغ المسلمون إلى عبادة ربهم، كل سيعبد ربه بنفحات التضرع والتدلل إليه، وهذا الذي يحب ربنا أن يرانا دائما عليه، خاصة حينما نقف بين يديه. إذن هذه النقطة الأولى باختصار. النقطة الثانية، بعض الناس يتساءلون عن صلاة التراويح، عن صلاة القيام، كيف ستصلى وأين ستصلى والمساجد مغلقة، فمن الناس من يريد أن يصليها خلف المذياع، ومنهم من يريد أن يصليها خلف الشاشة، ومنهم من يريد أن يصليها عبر وسائل التواصل المتاحة والمتعددة، ومنهم من يريد أن يصليها مع تسجيل لقارئ من القراء يعني يرتاح إلى تلاوته وإلى قراءته، ومنهم ومنهم. وقد تكلم العلماء في هذا الباب، لا داعي لذكر جميع الأسباب، لكن أذكر يعني ثلاثة من الأسباب يدركها أولو الألباب. أول هذه الأسباب انعدام الجماعة في المكان، ثانيا تفاوت الوقت في الزمان، ثالثا عدم وجود شاهد عيان، يعني ثلاثة. انعدام الجماعة في المكان بمعنى أنك ستصلي أنت في مكان والذي سيصلي بك في مكان آخر، إذن أنت في مكان وهو في مكان، فهذا يكفيك ويكفيه في البطلان، صافي فضينا. النقطة الثانية، تفاوت الوقت في الزمان. ما معنى تفاوت في الزمان؟ نحن نعلم أن الحركة عبر الأثير تحتمل التقديم والتأخير، ومتابعة الإمام واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، عدم وجود شاهد عيان كيشوف، بمعنى أن الصواب هو أن تصلي وراء إمام تشاهده، أو تشاهد من يشاهده، يعني تكون في الصف الذي يشاهد الصف الذي وراء الصفوف التي هي وراء الإمام، وهذا ما يسمى عند الفقهاء باتصال الصفوف ولو كانت بعشرات الألوف، وهذا مستحيل عبر وسائل التواصل عبر المذياع وشاشة التلفاز. ثم أنت الذي اجتهدت أخي الكريم في هذا الباب، أو أنت، أو أريد أن أسألك سؤالا واحدا أريد الإجابة عليه، وهو ماذا تريد بهذا الاجتهاد في صلاة التراويح فقط؟ ماذا تريد؟ وأنا أعرف جوابك، جوابك هو أنك تريد أجر التراويح لأنك تعودت على أن في رمضان تذهب إلى المساجد وتصلي التراويح وما إلى ذلك، الشيء الذي كنت لا تقوم به في غير رمضان، وكأنك حينما لم تذهب إلى المسجد لم يكن لك أجرا في صلاة التراويح، وهذا خطأ، بل العكس. اعلم أخي الكريم أن الله تعالى إذا صليت في بيتك مع أهلك سيكتب لك أجر صلاتك وقيامك
زائد أجر الإمامة بأهلك. فلماذا تضيع الفرصة على نفسك؟ إذن أنت لا خوف على صلاتك ولا على تراويحك ولا على قيامك. وإذا كان هناك من يجوز له أن يتأسف ويجوز له أن يتألم ويجوز له أن يبكي في هذه اللحظة، لست أنت الإمام وليس المأموم. الإمام هو الذي يجب عليه أن يتأسف وأن يحزن وأن يبكي. علاش؟ لأن هذا الإمام كان يصلي بالمئات، وبعضنا كان يصلي بالآلاف من المصلين، وبسبب هذا الوباء سيصلي هذا الشهر بأهله بأسرته فقط. نحن نعلم أن الجزاء سيكون إن شاء الله تعالى على حسب النيات من رب الأرض والسماوات، سيكون الأجر. لكن صدقوني أيها الإخوة، صدقوني أن الإحساس الذي يحس به الإمام لن يستشعره غيره أبدا، لن يستشعره غيره. لقد كان هذا الإمام يعيش تأهبا أو حالة تأهب قصوى قبل رمضان، ويعيش حالة تأهب أقصى وأقوى في رمضان. الإمام الذي كان يعيش تحت ضغط الآيات والمتشابهات وضبط الأحكام في الصلوات سيصلي الآن بأسرته. أي حزن هذا، أي حزن هذا. هذا الضغط الذي كان يعيشه في رمضان، الذي كان يمنعه من تناول فطوره كالناس، ومن نومه الكافي كالناس، ومن اهتمامه بأسرته وبأهله وبأبنائه كالناس، هذا الضغط كان يولد له تعبا، ولكنه كان لكثرة الأجور سببا، فكان يرتاح بهذا التعب. نعم يرتاح، إنه تعب، ولكنه كان يعلم ما عليه من جزاء وما عليه من ثواب. لا إله إلا الله. إذن هذه النقطة الثانية، النقطة الأخيرة والثالثة. يعلم أخي الكريم أن صلاتك بأهلك تجعلك تضيف هيبة إلى هيبتك، وتقديرا إلى تقديرك، واحتراما إلى احترامك. فلا تضيع الفرصة على نفسك. ولنعلم جميعا أن رمضان زائد القرآن يساويان الفوز بالجنان، لأنهما لصاحبهما يشفعان. يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم فشفعني فيه. فما أجمل القرآن في النهار سرا كسرية الصيام، وما أجمله ليلا جهرا في صلاة القيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.